رغم كون زيت الزيتون الجزائري من أجود الأنواع عالمياً، ورغم فوزه بعدة جوائز وميداليات ذهبية في مختلف المسابقات الدولية، إلا أن معطيات سوق تصدير هذه المادة تصنع المفارقة، فحجم صادرات الجزائر من زيت الزيتون لا يتلائم مع الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا. فالجزائر غائبة عن قائمة الدول الكبرى المصدرة لزيت الزيتون وفق إحصائيات المجلس الدولي للزيتون. غياب الجزائر هي في الإنتاج وفي الكمية. الجزائر راهي بالنسبة للمساحات المغروسة الزيتون رانا ما بين الأوائل، ولكن راك تشوف اليوم الشعبة المهنيين غير منظمين. حقيقة كاين بعض المهنيين راهم يحاولوا وراهم يديروا في نوعية، ولكن باش دير نوعية ولا باش تشارك في مسابقة سواء دوليا او سواء وطنيا لازم يكونوا عندك الكميات. المشكله راهو في 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 الشعبه بالذات، في سواء في تنظيمها، سواء في استعمال الطرق الصحيحه، في تحويل الزيت او في تحويل ما نتكلموا مام على زيت المائده. احنا الجزائر اليوم حقيقه الزيت ماناش متواجدين مع الاوائل، ولكن الزيتون المائده الجزائر تتواجد مع البلدان الاوائل في زيت المائده. ترقية صادرات شعبة زيت الزيتون وبلوغ 5 مليون دولار ليس بالمستحيل في نظر المنتجين، إلا أنه يتطلب تدليل جملة من العراقيل. ما تنساش باللي عندنا حوالي 500,000 قطار زيتون مغروسة في الجزائر. احنا لي بوتونسياليتي لا كاباسيتي عندنا، لازم هذه الشعبة كما كانت في الستينات وفي السبعينات كانت عندها قيمة، وكانت ما بين لي برودوي اليمونتير اللي كانت عندهم الأولوية. اليوم نشوفوا احنا امام شجرة الزيتون راهي امام من جهة الإدارية راهي مسموح فيها. خلق ايضا خلق تعاونيات البلدان اللي كلمت عليهم واللي راهم من بين الأوائل دايرين تعاونيات ايضا جد مهمة لتنسق ما بين الفلاح والمحول والمصدر ايضا. رغم ارتفاع حجم المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، إلا أن هذه الثروة الطبيعية لم تستغل أحسن استغلال، ما يستدعي ضرورة إعطاء هذه الشعبة مكانتها الحقيقية كونها من بين أهم الشعب الفلاحية الداعمة للاقتصاد الوطني.